عن الوداد اولمبيك خريبكا. المباراه رقم ثلاثه نتابع هذه الكره اماميه، ولكن في اخر مطاف تدخل دفاعي من خلال يوسف ربح. كره تعود من جديد للوداد. هل اخراج كل من محسن ياجور؟ تابع هذه المحاولة، الوداد خطيرة داخل منطقة العمليات، حكم يقول ليس هناك أي شيء. محسن عبد المؤمن يستلم، إسماعيل كوشام يبحث عن انطلاقة هجومية، كرة في اتجاه الخالقي. طبعا 92 دقيقة من 4 دقائق اللي ضاف الحكم، جوج ديال الدقائق. كرة الآن للمسن أمامية في اتجاه نقيسي وانضمى. وانضمى يصل هذه الكرة في محاولة للمرور. طبعا جماهير غفيلة تتابع هذه المباراة عبر قناة الرياضية، تحية للجالية المغربية صراحة الذين يتابعون أطوار منافسات كأس العرش وأيضا الدوري الوطني باهتمام بالغ صراحة، متابعة ومواكبة، وتحية لهم من خلال المعاينة. أيضا جماهير مغربية تتابع باهتمام شديد الدوري وأيضا الكأس. كرة من جديد خطيرة.